سمحت الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن بتخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ 5 نوفمبر، فالموارد المائية المخزنة حالياً بلغت 2.3 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 33% من قدرات التخزين، وهو ما استبشره أهل الاختصاص خيراً. الأمطار المسجلة اليوم إلى يومنا هذا في ولاية العاصمة هي أمطار سجلت العام اللي فات في عام كامل 12 شهر. هذا العام سجلناها من أول سبتمبر إلى 18 نوفمبر، سجلنا أمطار قياسية، une moyenne sur la wilaya d'Alger qui représente 80% de la pluie annuelle تاع العام اللي فات. Sur certaines régions في مناطق دراريا باب حسن زيرالدا سجلنا كمية 100% من الأمطار اللي سجلت في عام. هذه الأمطار تبشر بالخير، السدود تاعنا إن شاء الله يمتلئوا وفصل الشتاء يكون مليء بالأمطار. الأرقام الحالية لامتلاء السدود وحسب مؤسسة سيال لا تسمح بالعودة إلى التموين اليومي، وسوف تستمر المؤسسة في توزيع الماء وفق البرنامج المسطر منذ شهر جوان المنصرم لعدة أسباب، منها تعكر مياه السدود الذي تسبب في تعطل محطات تصفية المياه. السدود تاعنا نسبة الامتلاء السدود ما تمكناش باش نغيروا برنامج التوزيع، نقعدوا في برنامج التوزيع اللي راهو حاليا معتمل به. شاف الامطار من البدا من 5 نوفمبر اللي تساقطت، وشاف ثاني تذبذبات، حاجه ايلوجيك اون كلكو سورت بور المواطن البسيط. مي حنا اللي عانينا معها من 5 نوفمبر الى يومنا هذا كاين امطار طوفانيه سجلت في الويديان، سجلت في العاصمة، سجلنا توقف محطة تحلية مياه البحر تاع فوكا متأثرة بهيجان واد مازافرون، وسجلنا أيضا تذبذب في طاقة إنتاج محطة تحلية مياه سطحية تاع مازافرون ونتاع بودواب، نظرا للمياه العكرة اللي سجلت في سد برومي، سد قدارة، بني عمران والحامز. الحديث عن التزود بالماء مرهون أيضا بضرورة ترشيد استهلاكه، خاصة في ظل التغيرات المناخية وإشكاليات العجز المائي.